عندنا أعزائي المتابعين نسمع دائما عن القصر أو المدينة التي بنيت بعد طوفان نوح، وهي مدينة صنعاء، مدينة آزال، مدينة سام بن نوح. هذا التبة ويقع عليها هذا القصر يعتبر أول مبنى بني بعد الكعبة على وجه الأرض. هذا أول مبنى بني على وجه الأرض على هذه التبة، مدينة سام. ولا نقول إنه أول مبنى يعني بشكله الظاهري، ولكن تعاقبت عليه الممالك والدويلات حتى صار بها. إذن هذا السور الشرقي لمدينة صنعاء العاصمة، هذه مدينة سام التي بناها بعد الطوفان. الجهة الشرقية لمدينة صنعاء مدينة سام، تلاحظون أسوار صنعاء القديمة والتبة المعروفة بالقصر الذي ذكر في عدة قصائد من الشعر القديم، تبة همدان وقصرها الشهير الذي هو الآن ظاهر بالصورة. قصر سام بن نوح الذي بناه بعد الطوفان كأول أو ثاني مبنى بعد الكعبة. إذن أعزائي المتابعين، هذه الجهة الشرقية لقصر غمدان والجهة الجنوبية تلاحظونها الآن لأول قصر بني على وجه الأرض بعد مكة المكرمة، بناه سام بن نوح في مدينة صنعاء آزال، هذه المدينة التي كانت أحب بقاع الأرض إلى سام، فبنى فيها هذا القصر منذ فترة من الزمن. والقصر على حالته هذه ليس يعني أنه ببنائه الذي بناه سام، ولكن جدد في عدة ممالك تعاقبت على حكم اليمن منذ زمن سام. وذكرت الكثير من قصائد الشعر العربي القديم للمتنبي والبحتري وكثيرا من قصائد ما قبل الإسلام، وذكر في هذا القصر بتفاصيل متعددة. إذن تحقيقا لما ذكر عن هذا القصر القديم أو البيت كما ذكر في القرآن الكريم، نلتقي الآن بالدكتور أمجد، أستاذ في قسم الآثار في كلية الأداب جامعة صنعاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقصر كمدلول كاسم قصر، لم يرد في النقوش اليمنية القديمة اسم قصر، ولكن ذكر اسم بيت، وكان البيت متوافق جدا في معناه مع القرآن الكريم، فذكر بيت، ذكر أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة معناه مكان العبادة. العبادة نعم. أوكي. وكما وصف البيت القصور. نعم. وزي بيت غمدان وبيت شوحطوم وقصر غمدان الذي بناه سام بن نوح حسب ما قاله الأخباريون بعدما نزل اليمن بعد الطوفان، حيث أن كان بيده منجل فحاول أن يبني قصر غمدان في جهة في جهة عيبان، يعني بالقرب من جبل عيبان، إلا أن جاءه غراب أو طائر فأخذ هذه العلامة وطار بها إلى أن وصل إلى سفح جبل نقم. فأخذها سام بن نوح أن هذه علامة على طبيعي. وقد ورد في النقوش أن قصر غمدان تم بناؤه عن طريق طبعا عن طريق نقش جام 577. نعم. والذي بناه إل شرح وأخيه يأزل بين، ويقال أنه يحضب ويقال شعرم أوتر. هؤلاء كانوا ملوك بفترة. هؤلاء كانوا ملوك مكاربات سبا. أوكي. واتخذوا من صنعاء عاصمة برضو لهم بعد السلحين كعاصمة أولى وعاصمة ثانية في صنعاء. أوكي. وهم من بنوا، ويقال أيضا أن قصر غمدان لم يبنى في مرحلة واحدة، ولكن بنى في عدة مراحل. أيوة. المرحلة الأخيرة أو الدور الأخير تم بناؤه عن طريق سيف بن ديزان، وكان 12 ذراع، بمعنى أن 5 أمتار ونصف. وكانت سقفه كان عبارة عن بلاطة واحدة شفافة، يقال أن كان يميز به الطير. الله. إن مر فوقه أكان حدأ أم غراب. الله. في الليل. في الليل. وللأسف أن تم هدم قصر غمدان يقال في عهد عثمان بن عفان، خوفا من تطاول اليمنيين بتاريخهم وقدمهم، وخوفا من أن يعودوا إلى الجاهلية إلى الجاهلية، وهذا كان سبب إنه تدمير وتهديم قصر غمدان، وتم بناء الجامع الكبير من بعد. ويقال أن أيضا أن بيوت صنعاء كاملة هي عبارة عن أحجار غمدان تم نقلها وبناء منازل كثيرة من صنعاء القديمة، وأيضا
الجامع الكبير في صنعاء. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفلوق. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.